يعني ليس هناك بادرة نتحدث عنها أن هناك وفاق سياسي حتحدث. كان كثر الحديث حول جبهة وطنية عريضة أو أو تحالف سياسي جديد، هذا ما يمله السودانيين كان في الأيام السابقة، لكن الآن العديدين ينظرون إن أنها أصبحت بعيدة المنال، وتكاد تكون القوى السياسية تدخل في حوار أو تفاوض وهي يعني ليست مجتمعة. والله الحقيقة أنا أعتقد إنه دي ظاهرة صحية، لأنه الاتفاق اللي حصل في 2018 2019 يناير يعني نعم بدأت في حصل هو أي في 2019 في يناير، الاتفاق ده كان بحسن نوايا، يعني كل الممثلين القوى السياسية السودانية كانوا بأشواق كبيرة جدا في التخلص من النظام التخلص البائد. من النظام البائد، وما فكروا كثير في انه ثم ماذا بعد، لانه الشعار حتى نفسه كان تسقط بس. فجو كلهم بالنوايا الحسنه واستمروا في التحالف ده لقرابه 3 سنوات، دخلوا في التفاصيل ودخلوا مكامن الشيطان اللي هو في التفاصيل. وهنا ظهرت القوى السياسيه كلها بتفكير الحقيقي تجاه الاخر. الصراعات التاريخية القديمة بين نعم القوى ماذا السياسية يريد هذا الحزب نعم. وماذا يريد هذا الحزب وماذا نعم. يريد هذا الحزب، كل حزب ظهر على حقيقته تماما بالنسبة للآخرين وبالنسبة للشعب السوداني. هنا بتتميز صفوف وبيصطفوا ناس في تحالفات جديدة، لأنه آراءهم بتكون قريبة لبعض وجهات نظرهم قريبة لبعض كده نعم. فبتبدأ بعض الكتل الداخلية، وفي هنالك بعض من يخرجون من هذا التحالف لانهم يئسوا منه، انه ما بيحقق لهم اهدافهم، انه اهدافهم بعيده جدا من التحالف ده. وكذلك من يدخلون الى التحالف من الخارج، من اقنعهم البرنامج او طريقه التنفيذ اللي حصلت في هناك. فاحنا بنتوقع تكتلات داخليه في اي حلف سياسي. دخلوا الناس في البدايه على بياض،